ملاحظات لدخول. Si je puis dire, maintenant. Ensuite, les pays les plus riches doivent aussi aider les émergents à sortir du charbon. Depuis la COP26 de Glasgow, le G7 a engagé près de 50 milliards de dollars dans des partenariats de transition. نستوفي التزاماتها في هذا التزاماتها في هذا الصدد ونحن في فرنسا سنستوفي التزاماتنا قبل عام 2027 هذا ما يمكن أن أعد به الآن البلدان المتقدمة ينبغي كذلك أن تساعد البلدان النامية على العلاقة التدريجية لمصانع الفحم بالإضافة إلى ذلك قمنا بإنشاء الشراكات في مجال الطاقة العادلة مع جنوب أفريقيا وإندونيسيا والتي وهي المشاريع التي يتعين نشرها للمساعدة في التخلص التدريجي من الفحم لكن علينا أن نتحلى بالاتساق ينبغي ألا نقدم الدعم لمصانع صانع الفحم الجديدة نحن التزمنا بالتمويل العالمي ولكن أؤكد بأن القطاع الخاص لا يمكن أن يوفر له حوافز سلبية لأن ذلك أمر غير مقبول علينا أن نصلح النظام بأسره إن كانت هناك أولوية أساسية بالنسبة لمقدمي التمويل من أجل ضمان الاتساق سيكون في التمييز في تمييز هذا معدل الفائدة هذه نحن في استثماراتنا الحالية لا نفكر في الأصول التي ستخسر قيمتها فيما بعد في غضون سنوات قليلة الملاحظة الثالثة علينا أن نلتزم بالتحول في مجال الطاقة Parce qu'on investit aujourd'hui dans le verdissement de nos industries. نحن نستثمر في تحضير استثماراتنا على المستوى العالمي وفي وقت ذاته نقوم بتحرير السلع الملوثة للبيئة وهو أمر مؤسف للغاية. أود أن أقول صراحة بأننا نبذل جهودا كبيرة في أوروبا من أجل إزالة الكربون في الصناعات والزراعة. إن كانت لدينا اتفاقات تجارية حقيقية مثلما كانت في ثمانينات القرن الماضي فإن ذلك من شأنه أن يسمح وإن خرجنا بمثل هذه الاتفاقيات وفي الوقت ذاته سمحنا للدول باستخدام الفحم إذن فما جدوى هذه الاتفاقات علينا أن نشرك الجميع في استراتيجية موحدة وينبغي أن نطلع بأدوار مناخية نظامية بالإضافة إلى ذلك علينا أن نصلح النظام العالمي من أجل موائمة نظم الطاقة التي نطبقها في بلداننا مع اتفاق باريس بالإضافة إلى ذلك علينا أن نوفر الدعم للصناعات الخضراء وهو أمر مشروع علينا كذلك أن نضع تعريفا على استخدام الفحم بهدف تحقيق الصفر الصافي من الكربون بحلول 2050 تحرير التجارة والأصول من الأصول البيئية كذلك يتعين أن يكون هدفا أساسيا بالنسبة لنا رابعا لا يجب أن يختار أي أحد ما بين مكافحة الفقر وتغير المناخ في اتفاق باريس أشرنا لأنه لا ينبغي لنا أن نختار ما بين الفقر وتغير المناخ ينبغي أن نحشد مزيدا من الموارد لصالح الفئات الفقيرة
Mais d'ores et déjà, on a pu mobiliser beaucoup plus d'argent. تمكنا من حشد الكثير من الموارد من خلال إشراك صندوق النقد الدولي وغير ذلك من المؤسسات الدولية. وتمكنا كذلك من حشد أكثر من 10 مليارات دولار. من جانب 11 بلدا في إطار برنامج من أجل مكافحة الفقر وتغير المناخ. علينا أن نعمم هذه المبادرات التي أطلقناها ومنها كذلك هذا المشروع الذي أطلقناه مع رئيس الوزراء الهندي مودي. إصلاح المؤسسات المالية العالمية ضروري. كثير من هذه البلدان الحاضرة في هذه القاعة لم تكن حاضرة عندما وضعت مثل هذه الهيكلية المالية العالمية، وبالتالي فهي أولوية بالنسبة إلينا. ينبغي ألا يغيب عن ناظرين أهمية التكيف، لا سيما وأن أفريقيا تمثل هدفا أساسيا. Nous avons également annoncé que nous قمنا بمعية الملك تشارلز بحشد 3 مليون يورو في سياق التنمية الزراعية. أحث جميع الدول الحاضرة هنا لأن تشارك في ديسمبر من أجل إعادة تجديد موارد الصندوق لتحقيق الهدفين المشتركين بين المناخ والزراعة. لا يمكن أن نطلب من الدول الأفريقية أن تختار ما بين الإنتاج الزراعي وتغير المناخ. ينبغي أن نسير في الاتجاهين سويا. كثير من الدول تحتاج إلى الأسمدة. علينا أن نساعدهم في ذلك للإنتاج بشكل أكبر، ولكن بمستوى لا يؤدي إلى زيادة الكربون. هذا من ضمن بنود جدول أعمالنا، ونرحب بالتقدم الذي أحرز خلال هذه الرئاسة لمؤتمر الأطراف فيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار. سنتعهد ب 100 مليون دولار في هذا الصندوق. وأود أن أشدد على بعض النقاط هنا، لأن النقاش بدأ بالفعل في شرم الشيخ بشأن صندوق الخسائر والأضرار. وأشكر الأصدقاء على عملهم الرائع، ولكن هذا الأمر ينبغي أن نكون حذرين بشأن هذا الأمر. ولكن دعونا ألا نخلط ما بين البلدان محدودة الدخل والبلدان الفقيرة في إطار هذا الصندوق. نحتاج أن نوفر الموارد إلى البلدان الفقيرة. علينا أن نضع نظاما للضمان والطمأنة بحيث يسمح لنا هذا الصندوق بتحقيق إصلاحات في تلك البلدان وتوفير ضمانات. وهذه المعايير من شأنها أن تساعدنا في التمييز ما بين فئات البلدان المختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن ننشئ أول شراكة قطرية بشأن التكيف والتخفيف الآثاري في بنغلاديش، وسوف نستثمر 1 مليون يورو. واحد مليار يورو من خلال صندوق مساعدة صندوق النقد الدولي. وهذا عنصر أساسي في سياق صندوق الخسائر والأضرار. نحتاج إلى مقاربة قطرية إذن، وفيما وراء ذلك نظام الضرائب العامة الذي يطبق بالفعل في بلدين أفريقيين. Pour mettre en place une taxation internationale lors de la COP. C'est une nécessité si on veut un vrai résultat. في إطار هذا المؤتمر، هذا أمر ضروري إن كان لنا نحقق نتائج. علينا أن نحقق النتائج من خلال المساواة ما بين التمويل والمناخ. Il nous faut insister sur le fait que nous devons continuer le combat pour la nature. Les forêts, les océans font partie de nos COP. وكذلك فإن الغابات والطبيعة جزء من أعمالنا. On va continuer la mise en place. ننتهز هذه الفرصة لمواصلة On avance et qu'on accélère
sur une vraie bourse تسريع وتيرة العمل فيما يتصل بتداول الكربون. نحتاج إلى مزيد من الموارد الخاصة من أجل الحفاظ على الغابات والنظم الإيكولوجية. سنختم مع غينيا والكونغو. سنختتم ونستكمل الأحزمة الوطنية الخاصة بالغابات، وذلك من خلال قروض عمومية وخصوصية للدول التي تحافظ على الغابات. لدينا المزيد من الأموال للغابات، لكن الدول الفقيرة والنامية دمرت غاباتها لتمويل قطاعات اقتصادية مهمة، وبالتالي المهم هو توفير الأموال لهذه الدول وإيجاد نهج مشترك. وسنستثمر 150 مليون دولار بناء على هذا النهج خلال السنوات القادمة. وبالتأكيد المحيطات مهمة بالنسبة لنا، وسنحتضن 2025 مؤتمر المتحدة حول المحيطات، وسنتعامل معهم خلال القانون أخذين في الحسبان التغيرات الدولية للمحافظة عالميا على التنوع الإحيائي حتى ننظم بشكل أفضل الصيد ونتصدى للصيد.